يا ترى ممكن الحول ايه ده في نظر ابني؟ تعالوا مع بعض نشوف الإجابة في الفيديو اللي جاي ده. عملنا العملية من سنة تقريبا، من شهر 12 شهر 12 اللي فات، وفي فرق كبير جدا الحمد لله. الحول راح كده، دي صورتها دلوقتي ودي صورتها من شهر 12 اللي فات. كانت الشمس بتضايق عينيها، ما كانتش تقدر تفتح تواجه الشمس، ما كانتش تقدر تفتح عينيها، كانت تقفل. دلوقتي عادي بالنسبة لها، دلوقتي عادي بالنسبة لها. الحاجات القريبة كان دايما تفضل ان هي تكون قدام شاشة التلفزيون، لكن دلوقتي لازق فيه طبعا، لكن دلوقتي تقدر تبعد عادي، بيبقى بالنسبة لها الرؤية الموضوع كويس. سهل يعني. نعم. طيب انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ لاما. لاما جريد سنة. انت اسمك ايه؟ جريد. انت اسمك ايه؟ لا انا المفروض تكون عارفة اسمي، انا الدكتور بتاعي. واتس ماي نيم؟ اسامة. دكتور اسامة. واتس يور نيم؟ لاما. لاما؟ هاو اولد ار يو؟ ام 5. 5 years like that؟ We can ask which is butcher is better. The upper one or the lower one? The lower one. The lower one. Yeah. You know that you are very pretty. Can you give me a kiss? Can you give me a kiss? لو عندك أو عند أي حد يهمك مشكلة في عينيه، ما تترددش تتصل بينا في طبيبي.